السلام عليكم. صباح النور. صباح النور للتوانسة. صباح الخير يا سيد الرئيس. خطير جدا ما يجري في تونس. زياد فرج الله نقيب الحرس الوطني بسوسة واللي كان يشتغل في وحدة مكافحة الإرهاب، زياد فرج الله يهبط فيديو خطير جدا يتحدث عن وثاق إجرامي وتوزيع سلاح بمنطقة الوردانين وبجهة الساحل، ويعطي ما يعطي من شكوك خطيرة حول بعض الأمنيين اللي موجودين في الساحل. هناك ربما من يشكك في كلام زياد فرج الله. وزارة الداخلية تشكك، وزارة الداخلية، لكن خوه بعد يتكلم والكلام متطابق متناغم منسجم مع بعضه البعض. شوشو هذا الذي شهر شوشو من الوردانيين يتكلم كذلك ويتحدث عن العصابة وعن وفاق إجرامي وينفي التهمة عن نفسه. لكن هذه الفيديوهات في حد ذاتها في بلد هي مهددة أصلا وفصلا للسلم الأهلي، هي تثير الرعب لا في الوردانيين ومنطقة الساحل فقط وإنما في تونس كلها. سيد الرئيس، وثاق إجرامي وتوزيع أسلحة وكذا وكذا، نحن إلى حد الآن الحكومة لم تشكل. صحيح ثم مؤسسات متاع دولة، لكن وزارة الداخلية بشرفائها وكمؤسسة نحترمها، ولكن فيها ما فيها وقد ذكرت. المطلوب منكم سيد الرئيس، صحيح تقابلوا في الشباب وتحكوا على التنمية، لا تنمية ولا أي شيء يا سيد الرئيس، لا حديث لا على موبيليا في البيت ولا على ماكلة وعلى نوم إلا قبل أن ينظف البيت من الأفاعي ومن الألغام التي تحته. هذا البلد ملغوم منذ سنوات. لغز كمال تلطيف الموجود في هذه الفيديوهات يظل قائما ويظل هو المحور الذي تدور حوله الأحداث. شخصيات نافذة في أعلى سلم الدولة، شخص موظفين ساميين كذلك هم موجودين في هذه الفيديوهات. سيد رئيس الدولة، لا ننسى كذلك بأن الوردانيين اللي ذكرت صارت فيها أحداث جسام أثناء الثورة وماتت فيها أرواح، والأرجح أنها مفتعلة. ونحن هنا فكان لغز كمال الطيف بمئات المكالمات اللي صارت له، اللي معاه عنده مع وزارة الداخلية ومع إعلاميين، وشد كلابك وكلابه. هذا البلد والله لن يكون دولة إلا بفكان هذا اللغز. سيد الرئيس، ثم ناس في بيوتهم يرقصوا على زربية، وفي أماكن ثم ناس يرقصوا حاطين تونس ويرقصوا فوقها كما أرادوا. سيد الرئيس، لغز كمال الطيف اللي سمعنا في السابق عن محاولات لإيقافه انتهت بلغز أكبر منه كذلك، وهو مواطن له ما له وعليه ما عليه كذلك، وإنما هذا اللغز الكبير وعلاقته بما يجري من أحداث وإرهاب في تونس يروعنا. تونس اليوم هذا أمن أهلي، ومن اختصاصكم الدستورية، اختصاصاتكم الدستورية، يعني لابد أن الوردانيين تكون تحت نظر الجيش وتحت حماية الجيش وتحت تمشيط الجيش من أي سلاح مفترض ومزعوم، والأرجح أنه لا يكون من فراغ كل هذا الكلام. سيد الرئيس، تنتظر موقفا صارما حازما قويا يليق بحجم الخطورة التي تضمنتها تصريحات هؤلاء كلهم، ومجتمعين وتصريحات متطابقة مع بعضها. سيد الرئيس، نثق بكم إلى حد الآن، لكن البلاد هذه ظهرت وكأنها ما فيهاش راجل، لأن الغاز ظلت دائما مطمورة. ولكن رغم كل ما يجري اليوم، إذا ما تتحلش هذا اللغز متاع الفيديوهات وما يتحاسبوش الأشخاص المتورطين، ووزارة الداخلية ينبغي أن لا تكون طرفا في هذا التحقيق مشرفا عليه رأسا، لأن وزارة الداخلية وخاصة في منطقة الساحل بعض الأمنيين، نقول دائما بعض الأمنيين، هم كذلك في الفيديو مجبودين على أنهم مورطين في تسريب تقارير أصلا حول عمليات إرهابية موشكة. نحن مطمئنين في بلادنا، صحيح، ولكن دوركم أنتم الدستوري أن تقوموا به كاملا اليوم وليس غدا لطمأنة التوانسة. نحن ما نحبوش نهبطوا فيديوهات إلا في الخير، ونحبوا نطمنوا التوانسة، لكن كذلك خطير أن نصمت على هذه الفيديوهات اللي بدأت بنقيب في الحرس الوطني.
ننتظر الإجابة يا سيد الرئيس، وشكرا لكم.